أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. كهرباء عدن تدعو للاحتجاج عقب اعتقال أحد مهندسيها من قبل الحزام الأمني. من المصدر أونلاين، 5 ملايين ريال مكافأة لمن يعرف مخبأ مهاجمي البنك الأهلي بعدن. من القدس العربي، الرئيس الفنزويلي يقول إنه يشبه رئيسا عربيا راحلا. ومن البي بي سي، رئيس الوزراء الكندي يقابل طفلا سوريا عمره 60 يوما. أهلا بكم. انتقادا للممارسات التي يقوم بها عناصر في الحزام الأمني بعدن، عنوان موقع عدن الغد، نقابة كهرباء عدن تدعو لوقفة احتجاجية بعد تعرض أحد عمالها للاعتقال من قبل الحزام الأمني. قال الموقع إن نقابتي الإدارة العامة لمؤسسة كهرباء عدن المنطقة الأولى دعت لوقفة احتجاجية سلمية بسبب تدخل الحزام الأمني في أعمال المؤسسة ومضايقتها للمهندسين والعمال للمرة الثالثة. وقال الموقع إن الحزام الأمني أقدم على اعتقال المهندس طارق عبد الودود ونقله من حرم ساحة المؤسسة إلى جهة غير معروفة دون إشعار قيادة المؤسسة، وذلك في تمام الساعة 5 عصرا يوم الأحد. وقال عدن الغد إن النقابة أعلنت إخلاء مسؤوليتها عن حالة حدوث أي مشاكل أو في حالة حدوث أي مشاكل في الشبكة. موقع المصدر أونلاين تابع تطورات محاولة السطو على البنك الأهلي بعدن، حيث عنون الموقع 5 ملايين ريال لمن يدلي بمعلومات عن مسلحين سطوا على البنك الأهلي في عدن. قال الموقع إن البنك الأهلي اليمني هو بنك حكومي أعلن عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين ريال يمني لمن يدلي بمعلومات عن المهاجمين الذين سطوا على فرع للبنك في مدينة عدن. يضيف الموقع، الخميس الماضي هاجم نحو 10 مسلحين يرتدون زيا خاصا بمكافحة الإرهاب فرعا للبنك في حي عبد العزيز بالمنصورة، وحاولوا السطو على أموال البنك لكنهم لم يتمكنوا من فتح الخزنة، وقد أطلقوا النار مما أدى إلى إصابة مدير البنك وأحد الحراس بجروح بالغة، وأن إدارة البنك تعمل على استكمال إجراءات نقلهما للعلاج في الخارج. عدن بعد 2 عامين من التحرير. تحت هذا العنوان كتب مازن فارس مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، وقال في أجزاء من المقال: تصادف هذه الأيام الذكرى 2 لتحرير مدينة عدن من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، في ظل واقع يسوده مشهد ضبابي غير مطرد في مختلف جوانب الحياة. 2 عامان من تحرير عدن وعام من عودة الحكومة الشرعية إليها، لم تظفر حياة الناس بالأمن والاستقرار كما يجب، نتيجة تعطل أجهزة الشرطة والأمن والقضاء وغيرها من الأدوات التي تعمل على حماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى انعدام توفير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء وغياب قسري لملف إعادة الإعمار. تلك الأولوية التي لا تحتمل التقاعس أمام أكثر من 550 أسرة تهدمت وتضررت مساكنها، بينها قرابة 150 أسرة بلا عائل. سيطرت الكيانات والجماعات المسلحة المدعومة والمدربة من قبل دولة الإمارات، الدولة الثانية في التحالف العربي لدعم الشرعية، على كل المستويات في المدينة، خلق حالة من الفراغ السياسي وتعطيل برامج وخطط الحكومة في تفعيل المؤسسات وتطبيع الحياة، خصوصاً بعد أن أصبح دور الحكومة منعزلاً عن المحيط الاجتماعي وتركزها في منطقة المعاشيق الخاضعة لقوات الحزام الأمني. لم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل حدث ما لم يكن في حسبان الكثيرين: منع طائرة الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي من الهبوط في مطار عدن الدولي، ومواجهة قرارات الرئيس بالتمرد والعصيان والفوضى. ما تحقق في عدن خلال 2 عامين لا يبدو على المستوى المأمول، ولن يتغير الوضع بالتجاذبات السياسية التي اشتدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، تنذر باصطدام مسلح جديد وحرب داخلية بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال والمدعوم إماراتياً، وبين قوات الرئيس هادي.
موقع المشاهد نت يعنون في صفحته الرئيسية 26 فقدوا حياتهم و825 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون منذ عام 2014. يقول الموقع إن حالة الانتهاكات ضد الصحفيين زادت في السنوات الأخيرة بشكل مرعب ومخيف يهدد حياة المئات منهم ويصعب العمل في مناطق الصراع التي تشهدها البلاد. وقالت منظمة صحفيات بلا قيود إنها رصدت 115 حالة انتهاك تعرض لها الصحفيون والإعلاميون خلال النصف الأول من العام الحالي 2017. وبحسب بيانات الرصد فإن عدد الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر يونيو بلغ 5 حالات، حيث تبين أنه منذ عام 2014 وحتى نهاية يونيو 2017 بلغ عدد الانتهاكات تجاه الحريات الصحفية 825 حالة انتهاك، وذلك يعد رقما قياسيا. أما عدد الصحفيين والإعلاميين الذين فقدوا حياتهم في نفس تلك الفترة الزمنية بلغ 26 شهيد. وأشارت صحفية بلا قيود إلى أن أكثر من طرف قام بانتهاك الحرية الصحفية أو أكثر طرف هي ميليشيا الحوثي وحليفها قوات المخلوع صالح بواقع 82 حالة انتهاك، ولا زال متربعا في قائمة المنتهكين إلى الآن، وصفة تحالف الانقلاب بالعدو الأول للحريات الصحفية. وتضيف المنظمة أن هناك جهات أخرى تمارس الانتهاكات، وهي الحكومة الشرعية وقوات الحزام الأمني في محافظة عدن وجماعة أبو العباس في محافظة تعز بواقع 21 حالة انتهاك، ومجهولون وتنظيم القاعدة بواقع 12 انتهاكا من إجمالي عدد الانتهاكات. ومن الموقع بوست عنوان في صفحته الرئيسية وقفة نسائية بتعز تطالب بالقصاص من قاتلي مديرة مدرسة دبي الأهلية. قال الموقع إن مدينة تعز شهدت وقفة نسائية احتجاجية للمطالبة بالقصاص من قاتلي مديرة مدرسة دبي الأهلية هيام نديم، وكان في مقدمة الوقفة التي أقيمت أمام قسم شرطة الباب الكبير أم القتيلة التي طالبت بالقصاص من قاتلي ابنتها. ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية لوحات تضامن مع الضحية والمطالبة بالحكم. وكانت هيام نديم قد قتلت في أواخر شهر رمضان الماضي، وتم رمي جثتها في مجار السيول بجوار جامع السعيد بمنطقة عصيفرة. سيبقى الاستبداد وما يرتبط به من طائفية وتمييز وعنصرية وطبقية وفساد وغياب المساءلة ومنع الحرية من أهم أسس العنف، هكذا تقول إحدى فقرات المقال الذي كتبه أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق ناظم، ونشرته صحيفة الحياة اللندنية. وقال ناظم في أجزاء من المقال: يلجأ المواطن العربي للهجرة أو للصمت أو للانسحاب، تماماً كما انسحب السكان في زمن الشيوعية، مما أدى إلى سقوطها في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. وهذا لا يكفي، فقطاع كبير من المجتمع العربي يهرب للدين بصفته صخرة النجاة ومكان الاختباء من سوء الواقع وتردي الحياة. بعد فوات فرص عام 2011 الإصلاحية مع الربيع العربي وثوراته، دخل العرب الصراع المفتوح بين كل مكون والآخر وبين كل دولة والأخرى. لهذا تنشأ تحالفات جديدة ستنعكس على كل دولة عربية. وبما أن التاريخ لن يعود إلى الوراء، وبما أن استعادة الدكتاتورية ونظام ما قبل 2011 كمشروع غير ممكن، لا في العراق ولا في سوريا ولا في غيرهما، فالعرب سيزدادون عنفاً وتفككاً، وذلك بسبب محاولات استعادة ما كان قائماً. المناطق المشتعلة في العالم العربي واضحة ومعروفة كالعراق وسوريا وليبيا واليمن، لكن المناطق شبه هادئة في دول عربية عدة تستمد الهدوء من جراء غياب البدائل وشدة القمع. لهذا فالاستقرار في عدد من المناطق العربية الكثيفة السكان ليس نابعاً من إجماع وشرعية وعدالة، بل من جراء قمع مضاعف وغياب الخيارات الممكنة. نحن نجلس على فوهة بركان. لقد منيت المدارس الإصلاحية العربية ومدارس التغيير السلمي بتراجع كبير مؤقت في السنوات الأربع الأخيرة،
وما داعش وصموده واستمراره وإمكان إعادة بروزه في شكل جديد إلا من تعبيرات هذه المرحلة التي تزداد عنفاً. إن السنوات الأربع المقبلة ستكون متأثرة بدور الرئيس ترامب الذي يتغذى على التناقضات بين الدول العربية، لكن أزمة العرب في ظل دخان الحروب تبقى أزمة عدالة وتخطيط، وأزمة حكومات غير خاضعة للمساءلة، وقيادات لا يمكن نقدها، واقتصاديات غير مناسبة للعصر، ومعارضين ونقاد غير قادرين على البقاء في أوطانهم وممارسة حريتهم. ومن الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم نقرأ لكم بعض العناوين: مقتل وجرح 11 جنديا في نقطة أمنية بشبوة، وتضارب الأنباء حول هوية المنفذين. ومن العناوين أيضا: مصدر مسؤول في مصاف عدن يحذر من أزمة مشتقات نفطية خلال الأسبوع القادم. ومن عدن: مصارف عدن تعلن الإضراب وتطالب السلطات بالقبض على مسلحين سطوا على بنك حكومي. وعنوان آخر: الحكومة تؤكد أن أكثر من 70 مختطفا قتلوا على يد الحوثيين جراء التعذيب. ووفقا لموقع عدن تايم، فإن كراسي حديدية ومظلة قماشية هو ما يقي مرضى السكر من درجة الحرارة بمجمع حاشد الصحي بعدن. وقالت الدكتورة نجوين المرزوقي رئيسة مؤسسة خيرية بأن مؤسستها قامت بعمل استراحة صغيرة في مكان انتظار المرضى للحصول على مادة الأنسولين لمواجهة السكري. وأوضحت أن الفكرة أتت لتخفيف المعاناة للمرضى أو تخفيف معاناة المرضى أثناء استلام مادة الأنسولين في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي لا يحتملها مرضى السكري. ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم من جديد. حرب على دلافين اليمن، عنوان لصحيفة العرب الجديد، والتي قالت بأن وزير الثروة السمكية اليمني فهد كيفاين أعلن عن نفوق أكثر من 20 دلفينا في سواحل مديرية قلنسيا شرقية جزيرة سقطرى والواقعة جنوب شبه الجزيرة العربية في المحيط الهندي. ولفت إلى أنه يجري العمل على إنزال فريق من هيئة الأبحاث إلى المكان لدراسة الحالة. وأوضح كيفاين أنه لصعوبة النقل وانقطاع الرحلات الجوية بين سقطرى والعالم لمدة شهر حتى الآن، سيتم إنزال فريق محلي من فرع المصائد السمكية بسقطرى والأبحاث البحرية بالتنسيق مع السلطة المحلية وفرع حماية البيئة بالمحافظة. وذكر أن الظاهرة تكررت أكثر من مرة في سواحل سقطرى على مدى العقدين الماضيين، وتمتلك سقطرى شريطا ساحليا يبلغ طوله 300 كيلو متر. وزارة حقوق الإنسان في اليمن قالت، وبحسب صحيفة الخليج، إن أكثر من 70 مختطفا قتلوا على يد ميليشيا الحوثي وصالح جراء التعذيب البشع في المعتقلات. وأدنت الوزارة في بيان لها انتهاكات الميليشيا بحق 36 مختطفا من أساتذة الجامعة والحقوقيين والإعلاميين قامت بتقديمهم لمحاكمة سورية بصنعاء. وأوضحت أن ما قامت به الميليشيا بحق المختطفين عبر تقديمهم لمحاكمة غير قانونية يثبت مجددا انتهاكها لكافة الحقوق والحريات الإنسانية وامتهانها لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية. وكانت الميليشيا قد عقدت جلسة محاكمة ثنائية ل 36 مدنيا تم اختطافهم من جامعاتهم ومنازلهم، ووجهت إليهم تهما دون أي مستند وفي ظل قضاء غير قانوني. ماذا ستقولون للأجيال؟ وهل تركتم لهم مجدا يفخرون به؟
لماذا لا يحترمكم الغرب على الرغم من تفانيكم في إرضائه؟ ألا ترون أنه يقلب لكم ظهر المجن ويقابل الإحسان بالسوء؟ يا لحسرة الأجيال المقبلة. هكذا يتساءل الكاتب السوداني مصعب الماجدي في مقاله المنشور في العربي الجديد. كلما أتأمل حال أمتنا الإسلامية والعربية يمثل أمامي سؤال: ماذا يقولون عنا؟ وهل سيحترمنا الغرب؟ وهو يرى تشرذمنا وتفرقنا لم نسمع بأمة نهضت وينهش بعضها بعضا ويكيد كل منهما للآخر. إنما تنهض الأمم بالوحدة والتكاتف والترفع عن النقائص وتجاوز المحن وتفويت الفرصة على الأعداء وسياسة التعتيم الإعلامي على ما يعتريهم من الوهن وسوء العلاقات. كلما أقرأ تغريدات بعض رجال الدولة في محيطنا العربي يعتصرني الألم لما أراه من التراشق وانحطاط الكلمات، وأرى حروفا عارية لا تستحي. ليس هذا الوجه المشرق الذي يمثلنا، ولا المجد الذي يشبهنا، ولا العز الذي نستحقه. الأوطان لا تبنى بالمال وحده، بل بالرجال الذين لهم أخلاق فقط. وما سبقتنا الأمم بالأمس إلا بالأخلاق، وما سبقونا اليوم إلا بها، عندما تركنا قيمنا ومثلنا وأهملنا تراث الأجداد. في عالم اليوم أعداء الأمس أصدقاء اليوم، رغم ما بينهم من التناحر لسنوات طوال، ونحن نهدم ما بيننا من جسور الوحدة والثقة والاحترام المتبادل والمجد، ونقطع ما بقي من صلات. أليس فيكم رجل رشيد؟ احترموا هذه الشعوب ولا تجروها إلى أنفاق مظلمة تنسيهم بهجة الأيام النواظر، فما زالت في قلوبهم غصة جراء ما تفعلون. إلى واحد من أكثر الأخبار مطالعة على شبكة البي بي سي، والذي جاء بعنوان: رضيع سوري يلتقي برئيس الوزراء الكندي. قالت البي بي سي إن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو التقى برضيع سوري سماه أبواه اللاجئان السوريان جاستن ترودو تقديرا لاستضافة كندا للاجئين سوريين. واحتضن رئيس الوزراء الرضيع ذا الشهرين، واسمه الكامل جاستن ترودو آدم بلان. وتضيف الشبكة أن الزوجين السوريين محمد وعفراء بلان شعرا بأنهما يجب أن يشكرا ترودو على نحو ما، ولهذا سميا المولود الجديد الذي رزقا به على اسم رئيس الوزراء الكندي. واستقر في كندا أكثر من 40,000 لاجئ سوري في الفترة ما بين نوفمبر تشرين الثاني 2015 عندما أصبح ترودو رئيسا لوزراء كندا في يناير من السنة الجارية. شبه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نفسه بزعيم عربي راحل أثناء كلمة له أمام جنود وضباط بالجيش والشرطة مصابين بفعل الأحداث التي تشهدها البلاد. وقالت صحيفة القدس العربي إن الرئيس الفنزويلي شبه نفسه بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات أدت إلى مقتل وإصابة المئات. وقال مارودو وهو يرتدي لباسا عسكريا: أنا أشبه صدام حسين. صدام حسين الحقيقي أثناء كلمته في تكريم جنود أصيبوا خلال الاحتجاجات. تتابع الصحيفة: تشهد فنزويلا احتجاجات يومية منذ مطلع نيسان إبريل الماضي تطالب برحيل رئيس البلاد، أدت إلى مقتل أكثر من 90 شخصا وإصابة المئات. تعتبر الهدايا الدبلوماسية بين الدول وسيلة جيدة للتعبير عن الشكر والامتنان، لذلك فإن اختيارها بجدية وعناية يمثل أهمية كبرى. وكما ورد في صحيفة الهاف بوست، يوجد على مستوى جميع وزارات الخارجية للدول فريق مكلف بانتقاء الهدايا الدبلوماسية يعمل وفق بروتوكولات معينة، ولكن هناك العديد من الهدايا التي اتسمت بغرابتها الشديدة التي تخرج عن المعتاد وتشكل عامل مفاجأة للطرف الآخر. منها وكما تقول الهاف بوست، تنين الكومودو أحد أضخم أنواع السحالة البرمائية المفترسة التي تعيش في أندونيسيا وهو مهدد بالانقراض. ففي عام 1986 قدم الرئيس الأندونيسي سوهارتو زوجا من التنين كومودو كهدية للرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان عند زيارته لجزيرة بالي الأندونيسية، وتم التبرع به إلى حديقة الحيوان الوطنية في العاصمة واشنطن. أما أطرف الهدايا فكانت في يناير 2014 عندما أهدى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وزير الخارجية الروسي لافروف حبتين من البطاطا، وكان لافروف قد أبدى إعجابه ببطاطا إيدياهو ولم يحرمه جون كيري
من مطلبه. قالت صحيفة ديلي تيليغراف إن هناك 29 موقعا في المملكة المتحدة البريطانية عليك أن تشاهدها قبل أن تموت، وقد نشرت مجموعة من صور تلك المناطق داخل بريطانيا، نتابعها في جولتنا المصورة. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.